شيخ وليد، تفضل. يا شيخ انت شوي يعني خلتني في حيرة. نعم، يعني كيف ابحث يا انسان بالدين؟ شلون ابحث؟ ابحث عما يطمئن اليه القلب والعقل، ما تحاول ان انت تبلع لقمه انت مش عايزها. يعني انا مثلا لو عرضت عليك دلوقتي موضوع كسر ضلع الزهراء وقلت لك ان علي بن ابي طالب كان جالس في الغرفه جوه وساب مراته تتضرب بره، انت بتبلعها وتقول الوصيه الوصيه الوصيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اوصى لعلي بن ابي طالب، اليس النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال لعلي بن ابي طالب فاطمه بضعه مني يؤذيني ما يؤذيها؟ يؤذيني ما يؤذيها. فالنبي اللي يقول يؤذيني ما يؤذيها يقول له يا علي لو فاطمه اتضربت قدامك اصبر. لو فاطمه اتضربت قدامك اصبر. فاي شيء يعني مثلا الله عز وجل هو خالق السماوات والاراضين. علي بن ابي طالب يبقى خالق السماوات والارض، طب بعد ما خلق السماوات والارض راح فين؟ يعني كل ملايين السنين دي علي بن ابي طالب كان قاعد فين؟ كان راح فين؟ وخلق السماوات والارض ليه اساسا؟ خلق السماوات والأرض ليه أساسا يعني؟ سبحان الله، يعني الله عز وجل عاجز عن خلق السماوات والأرض فاستعان بعلي بن أبي طالب عشان يخلق السماوات معاه والأراضين، وبعد ما خلق علي بن أبي طالب راح فين؟ اتبخر أصبح تراب. ولما الله عز وجل أحب يبعث الروح في علي بن أبي طالب دخله بطن امرأة وخليه ينزل بشوية دماء. اتفضل يا شيخ، انا تابعتك وكل كلام تقوله اروح ابحث عليه. بس الاول تقسم لنا ان انت شيعي ابمن عن جد. اي والله العظيم شيعي ابمن عن جد. طب اتفضل. نعم، ظليت ابحث يعني انا ما عندي كتب، ابحث بالجوجل، ابحث في المكتبات على الجوجل، يعني كل كلام تقوله بحثت، بس يعني شغله واحده يعني بحثت عليها ما لقيتها، شلون ازور الايميلات والمهتدين؟ والله يا ابني كنت عارف يا ابني، انا يعني الصوت ده مش غريب عليا، قلت ماشي خليك معايا من الاخر يعني عادي. شلون تعالى ازور؟ اقول لك انا أزور؟ زي بالظبط كده، انا هقول لك انا زي بالظبط كده، لما قال لك ايه المعصوم عندك قال لك اكذبوا عليهم باهتوهم. وبعدين انا عايز اسال يعني عايز برضو الفت نظرك لحاجه، يعني بص كده معلش طالما انت فتحت السيره كده، بص معلش محضره لكم هنا اتفضل كده للاتهام. بص طلع من عنوان المؤمن بعشق حتى تسأل، واما هنا منا بدا مولانا واكثروا من سبهم، سووا فضائيات اصلا من الصبح لليل، شو نسوي بس؟ وكذبوا عليهم، قال الحاق المخالفين بالمشركين. من استنى لا ومدارس ومؤسسات وفضائيات البدع عن فقهاء، إذا رأيتم أهل البدع فتوى شرعية أقراها عن علمائنا عن فقهائنا. أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع ويشيرون وينشرون البدع بين الناس، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات، هؤلاء لا بد من مقاومتهم. إزاي بعم الشيخ؟ وفي بعض الأحكام الشرعية لا بد من مباهتهم، يعني أن نبهتهم. يعني تكذب عليهم، تفتري عليهم. يسألون السيد الخوئي سيدنا أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب، إلا ما خرج من هذا التعريف بدليل. بس روح يا ابني روح يا ابن الله يهديك.